تعرفت على اهالي الاسره كلهم كل عيالهم. وانضمت الى فريق الجزيره في الربع الاخير من العام الاول من عمر الجزيره الزميلة شيرين أبو عقني. طوت شيرين يوبيلها الفضي في قناة الجزيرة القطرية ورحلت. رحلت شهيدة وشاهدة على وحشية الاحتلال الإسرائيلي. هل كان هذا هو الهدف من استهدافها والزملاء الصحفيين؟ قتل شهود الحق؟ شيرين أبو عقلي الأصول من بيت لحم، لكن الولادة في القدس عام 71 والجامعة في الأردن. يعني أنا بنت القدس، والقدس بتحزن صراحة لأنه لا بيقدر يوصلها ابن الضفة ولا ابن غزة ولا حدا من برا. من هندسة البيوت انتقلت إلى هندسة الرأي العام والصحافة المكتوبة في المسموعة والمرئية، من وكالة يونروا إلى إذاعة صوت فلسطين في مونتي كارلو والجزيرة عام 97. أنا صحفية، يعني لازم أكون في الميدان لتعيش معنا ما يمر به الفلسطيني حين يدخل هذه المدينة. بالدموع تقول شيرين إنها كتبت الكثير من تقاريرها، ومنها تقرير هدم مبنى في بيت حنينة في القدس. أكثر يوم مهني سعيد في حياتها كان تغطيتها للانسحاب الإسرائيلي من المستوطنات في غزة. استشهدت وهي تؤمن أن لا حيادة في القضية الفلسطينية وأن الفلسطينيين يدفعون ثمن الانقسام بين الضفة وغزة. جعلها تنعم بفردوسك الأبدي حيث لا بكاء ولا صراخ ولا ألم. لكنها كانت ترى الأمل في بطولات الأسرى للوحدة. ثمة كتاب كانت تطمح في كتابته، لكن العدو أحرقه من دون أن يعلم أن شيرين تحولت هي إلى كتاب سيعلم أجيالا من الصحفيين والأحرار في العالم. أنا شيرين أبو عقلي. أعربت شبكة